اهلا بيكم في الموسم الثاني من الطريق الى المسرح. عمرنا ما كنا بنفكر زي الباقي، كله بيدور على الطريق السهل بس مفيش، وكله عايز يروح الجنه بس محدش عايز يموت. عارف تقريبا المونستر بتاعت الصبح دي ما عملتش اي حاجه. دلوقتي شباب احنا في حاجه اسمها الماستر كارد لاونج، ده من الاخر حاجه كده لو انت معاك كارت ماستر كارد، كارت كريدت كارد بس بيبقى من ليفل معين، بيدخلك لاونج او زي استراحه تقدر ان انت تقعد فيها وتشرب وفي اكل وقهوه ومش عارف ايه، كل ده فور فري علشان انت معاك الكارت ده او علشان انت كارد هولدر حاجه زي كده. فدي ميزه لذيذه الصراحه. بس فنشرب لها. عندنا هنا تقريبا 350 جرام من البطاطس المسلوقة، 150 جرام من الكنتالوب، و 200 جرام من الفراخ. هو كان بتقول لنا لو مفيش فراخ هنضطر نجيب اللحمة، هو ماما قالت لو انا مش هاكل اللحمة سكتت كده وعجبت اشوف هنعمل ايه. فجابوا لنا ميلز من البيزنس كلاس هنا، كل واحد فينا صاحبك اللي هو انت دافع ثمن تذكرة الطيارة، انا مالي بقى دوري جه في الاول جه في الاخر، انا مش عايز اكل لحمة. شباب الحمد لله خدنا الشنط وخلاص كده وصلنا لمطار دبي وخدنا كل حاجه، ناقص بقى ان احنا نعمل حاجه مهمه جدا بس دي عايزين نوريها لكم مش نقولها لكم. صحيح ولا يا كابتن سيف؟ والله يلا بينا. يلا بينا. ده ايه دي بقى يا كابتن عبد الرحمن؟ ايه يا شباب؟ دودج تشارجر. قلنا احنا انا وكابتن سيف الضوي جايين دبي بقى، نيجي بقى نلوح ونعمل ونسوي نفسنا شويه، وكابتن سيف الضوي هينول الشرف بالسواقه في الاول. قلنا بقى بما اننا في دبي وبتاع ما نجيبش اي حاجه، نجيب بقى حاجه ايه خليجيه شويه، فاهم؟ هي امريكان العربيه بس هي حاجه تعرف بقى يتصحح بدل التاكسي وبتاع عشان نعرف نتحرك، نروح نيجي نروح الجيم بيها نعمل الكلام ده كله، فمتحمسين. فورمة شكله مودي. لا تاخد طول عليك انت، يعني مع ان الفرق ساعتين، يعني هي 6:30 بتوقيت مصر بس احنا حاسين ان هي 8:30 فعلا، يعني الساعتين دول التعب وداهم في 60 دقيقة. انا ما اكلتش غير الميل الصبح والميل اللي وريتها لكم في الطيارة،
ودلوقتي احنا مستنيين نطلع الاوض بتاعتنا علشان نشوف احنا هنعمل ايه. تحس اليوم اتخطف مننا في الدنيا. بس قشطه، عندي 8 لتر ميه اشربهم، فانا هقعد شربت قد ايه منهم بقى؟ ما بلاش السؤال ده، انجزني غلط، انجزني عشان ممكن انا احتاج الحمام النهارده. 2 لتر ولا حاجه؟ انا نايم النهارده، اخد منوم عشان ما تخش حمامي، عشان ليه جراح جاي عليه طبعا. بسم الله بسم الله. الله الله الله، استنى بس، انا حاسس بال اخيرا يا جدعان وصلنا وصلنا. انت مالك بترمي الباسبور المصري بحرقه ليه كده؟ ناخد تور كده سريع. احنا يا شباب حجزنا حاجه اسمها شقق فندقيه. تعالى كده اشرح للناس يعني ايه وليه. حلو. شقق فندقيه اللي هو من الاخر فندق، بس فيه اللي هو شقق من الاخر اللي هو انت ممكن تحجزها. ليه شقق فندقيه وايه الفرق؟ الشقق الفندقيه يا باشا يبقى عندك بقى حاجات زي ايه؟ عندك غساله، عندك بوتاجاز، عندك مايكروويف، عندك بقى سيستم اطباق، عندك بقى ايه، معالق وشوك مفيش حاجه. لا فيه اللي هو بقى انت عايز تحط حاجه بتاع الكلام ده كله، اكيد فيها كنترول. ما انت ده هنا بس احنا مش شايفينها. يا بص، كل حاجه خفيه هنا، كل حاجه خفيه. وعندك توستر، وعندك اسمها ايه، سكاكين، وكل الكلام ده. بس احنا عايزين بقى نشوف بقى هل في اسمه ايه. بص، احنا عايزين نشوف لك حاجه مهمه. بص يا شباب، قبل ما افتح انا كنت اسال، عايزين نشوف نور كابتن عبد الرحمن هيبوس فيه، وهو الراجل هيبوس في النور. النور ده احنا هناخد لك يا باشا الباكنز هنا، في نوضه كبيره، او في كمان في حمام هنا وحمام هناك عشان انت عاوز. ده جامد قوي. هنا بتاع، استنى كده، وعندنا بلكونه، ودي برده حاجه مهمه. بلكونه. بص يا شباب، ده ريحه الكانتالوب طلعت مع الفراخ، مع الفراخ، مع البطاطس، مع كل حاجه. بس صراحه انا جعان، ان انا معاه، وانا جعان، وفكره ان انا معايا ميلز حرفيا كانت في الجون اليوم طويل، وما اظنش ان اي في حد كان فيها يبقى اي حيل ان هو لا يجيب فراخ ويطبخ ويعمل ويتبل وبتاع. فاحنا عندنا 150 جرام فراخ، 150 جرام كانتالوب، و350 جرام من البطاطس المسلوق عليها برده شويه كاتشب. نفس الميلز، موضوع سهل، الموضوع بسيط. انا نسيت يا شباب اقول لكم، الماكروز بتاعت النهارده عندنا هتكون 40 فات، 270 275 جرام كاربس، ازيد من امبارح، ازيد من امبارح ب 100 جرام. وعندنا 210 جرام من البروتين. فانا لسه ما اتمرنتش النهارده، فاللي احنا هنعمله هو ان انا هاكل الميل دي، هستناها تخدم شويه، ونشوف الاوتيل عامل ازاي والدنيا عامله ازاي. ولو الجيم موجود هنا كويس بروبابلي هتمرن هنا، لو لا هنشوف هنعمل ايه علشان ناخد لنا تمرينه كويسه. يلا بينا ناكل، انا بجد جعان جدا. دلوقتي يا شباب احنا متجهين للجيم عشان كابتن عبد الرحمن عنده تمرينه. واديني كده افتح. ايوه بس، وكابتن عبد الرحمن دلوقتي عنده الرايد. بص، طب بقول لك ايه، خش كده، عايزين نسمع صوت موتور. اديني واحده ولا ايه؟ اركب يا ابني اركب. يقول لك مش عايز، انت بتصور ولا ايه؟ الو بيتالق. صورت دبي اول مره يا جدعان اشوفه في حياتي. يا جدعان لا لا لا، بص بص هو شافه قبل كده. لا لا، بص الترباس، بص الترباس، بص الترباس، ترباس، لا ترباس. لا ان شاء الله، اول ان شاء الله خلينا بس الاول نتمرن. هنولع الدنيا، ايه هنولع الدنيا، احنا ظبطينها. ايه فاضل ساعه؟ لا خلاص يا معلم، الجيم هيقفل دلوقتي. يلا اهو، يلا يلا على حسن. انا زيك انا زيك برو. دلوقتي يا شباب احنا في جيم اسمه ايه؟ نوكس او تيم نوجيرا. تيم نوجيرا، نوجيرا جيم اسم كان براند بتاع جوجيتسو، فالجيم بنسمي باسمه عشان كده. وبص يا شباب، الراجل ده اسمه بسيوني، واللي ما يعرفش بسيوني فايته كتير. بسيوني يعني وولفرين يا جدعان، يعني العرب. وولفرين لسه راجع من اجازه، عامل فورمه البسبوسه، يعني اجمد واحد، اجمد واحد في دبي، وهو اللي مظبط لنا الدنيا. الراجل ده انا اول مره اشوفه، ضوي سبقني بسنه تقريبا او سنه ونص وشاف الراجل ده. والساعه دلوقتي يا شباب 10:05، والجيم ده بيقفل الساعه 11. احنا النهارده عندنا تمرينه
upper body بس pull focused يعني فوق فيها focus على الظهر. ال RIR او ال RPE شدة التمرين واطية, فان شاء الله ان شاء الله التمرين دي ما تاخدش مننا اكتر من نص ساعة. هننجز ولا ايه يا كابتن سيف؟ والله بص احنا عايزين بس نوري الناس ايه يعني نوري الناس حجم يعني في الحاجات الجيمات النظيفة ايه اللي بتتكتب على انستجرام. بص يا جدعان بصوا في دور كمان في الكار صحيح صح. انا جاي هنا عشان اعمل كده بس ماشي. بس من كتر ما الجو برد الصراحه كده انا بردان خد لي كده. لو تحس رطوبه تدخل العربيه انا حاسس بيك اصلا يعني انا اكيد سيد برضو عارف يعني السنه اللي فاتت يعني انا لما كنت بحضر كنت يعني كان لا الموضوع كان غير. انا اصلا بني ادم بردان على طول يعني اصلا كمان انا على طول بردان. بس اللي هو اقدر اعمل 20 فمركز مش عايزك بقى تجرب المكين ده. خش اللي بعده. اسمع ثق فيا. خش اللي بعده. ثق فيا والله. جرب بص هو فاضي اصلا. جرب. بقول لك انا عرفت الراجل ده زاد كتير ليه؟ انا والله لسه بقول له. ثق يا جدعان. لسه بقول. مالا اديني واحدة موس موسكلر يا باشا كده. ايوة. اديني. ايفولف. خلي بالكوا شباب بسيوني يعني مولع الدنيا ايه في الجيمات هنا. خلي بالكوا. احنا مش عايشين في الماشينز. مش عايشين في الماشينز. عاش عاش بالله. بقى في التمرين مش بنجو تو فيلير. انت ممكن تلاقيني تحس ان العدات صعبه بس عامه ده انا عندي مثلا 5 عدات في التانك واحنا مش عايزين اكتر من كده. يعتبر بنستهلك الكارب اللي احنا بناكله بس مش اللي هو مش تمرين اللي هو انا عايز ابني عضل. مفيش. هو انت بس بتدخل الكارب اللي بتاكل اللي هو انت تبقى يعني مش صح ان انت بقى تترين تو فيلير وتفسح خالص. ده بالعكس احنا يعتبر بنصحي العضلات مش اكتر وبتخلي الكارب اللي بيتاكل يستهلك واللي هو يبقى ليه لازم. بس الصراحه يا جدعان الجيم هنا انت تحس ان كل جهاز بيمسك عضلاتك دي بيحضنها. انا شوت اوت لماسين الصراحه. احنا كنا بنتمرن في الجيم في الفندق. انا احنا المايه فين؟ لا جيم المايه فين؟ عند اللاب كول داون. خليك انت خلي شويه الكارب.
40 دقيقة بالظبط يا شباب. وكده يعتبر احنا خلصنا السيركت الحمد لله. وبس اشتغل الواحد. انا كنت في الاول مش سخنان خالص ومش حاسس ان انا عندي بوم، بس دلوقتي حاسس فاهم اللي هو صحيح. لا في بوم في فاهم. بس يا شباب نشوفكم كمان شوية. ثانية هلا شباب. كده نشوف بوست ورك اوت. ايوه ابعد ابعد ورا سله. بس ان شاء الله ايزي. فلوس يا باشا. موني. ولع. دلوقتي شباب خلصنا تمرين الراجل وعملنا. احنا في دلوقتي فين يا كابتن؟ دلوقتي يا باشا احنا معانا هنا شيمي. انتوا طبعا عارفين يا شباب شيمي من الفيديو اللي اتعمل من كام سنه بتاع النودلز. احنا هو كنا مع اي فيديو اكل. اي فيديو غير اكل. اي حاجه مش اكل ملناش دعوه. واحنا دلوقتي يا شباب اي براند تاني شبوه مستر احمد بسيوني. اي براند تاني لا. مستضيفنا في الكريبايه بتاعته. بطبخ لهم واي بروتين. بطبخ لهم واي بروتين. بس طبخ. وعندنا هنا كابتن عبد الرحمن بالوجبه رقم اخر حاجه خلاص. وهي هي شوف سبحان الله. هناكل نفس الميل. عندنا 150 جرام فراخ وعندنا 350 جرام بطاطس مسلوقه وعندنا برده 150 جرام كانتالوب. وده يا شباب يعتبر هيحطنا على نهاية الماكروز بتاعت النهاردة اللي هي 40 فات تقريبا 267 جرام كارب و207 جرام من البروتين حوالي 2300 كالوري 2250 كالوري. وده كده بيعتبر يا شباب تاني يوم من اللودينج. اول يوم اللي انتوا شفتوه كنت باكل 175 جرام كارب. وبكرة هنشوف مع بعض احنا هنعمل ايه بالظبط من ناحيه الكارب. عايز اقول لكم يا شباب دي اخر وجبه انا جايبها معايا من مصر. وفي الفيديو الجاي طب دوق كده لحسن كل وجبه دي اتحرقت يعني ولا حاجه كويسه. انا بصراحه انا جعان فاهم. فلو انا بالنسبه لي اي حاجه زي الفل. نعمه زي الفل طبعا. انت ايه اللي هو بياكله ده؟ انا لسه اكل باكت بتاع كنتاكي يعني. فهو ده بالنسبه لي. انا زراعك بتاع عبد الرحمن. انا هجيب فرايد يا باشا براحتك. الشباب كلها هجيب بابايز وهنوريكم برده الحاجات دي كلها. وبكره ان شاء الله مع بعض كده هنكتشف هنطبخ ايه ونعمل ايه انا وكابتن سيف الضوء. اول يوم بقى من اول يوم جروسري شوبينج. واول يوم ايه نكتشف الدنيا كده ونشوف ايه الكلام ده. كله بلاند وكله موجود. الان بلاند بقى بكره بقى هنشوفه بكره. وبكره كمان يا شباب البعاد بتاع البوليجراف بتاعي. البوليجراف ده ببساطه اللي هو الجهاز بتاع. بقول لك يا باشا تعالى يعني تعالى ندي المعلومات في الفلوج اللي هيبقى فيه البوليجراف. احنا بنشوق دلوقتي. انا بقول بس فانا هاكل الوجبه دي وبعد كده هنشوف احنا هنعمل ايه نشوف ايه الكلام. بس انا محتاج اريك شارج. تعالى بسوني كده بسرعه. ايوه حط ايدك على الكاميرا. اللي قول لي ايه ده يا كابتن سيف الضوي؟ بص يا باشا ده بابايز ودي بس من احسن الفرايد تشيكن اللي انت هتدوقها. سيبكم من كلام الراجل اللي هيقوله دلوقتي ده حالا لان هو مش مقتنع بيه تقريبا. طب ما بص يعني. الكلام حلو يا باشا نوري الناس. تعال بالظبط. بص يا شباب قبل اي حاجه يعني كابتن باسيوني هو اللي عزمني الصراحه يا عم. بس لا يا عم هتسلم يا كابتن باسيوني. عندنا يا شباب هنا انت طالب ايه؟ عندنا دي الوجبه دي فيها اربع حتت اربع بيسز بالعظم بتاعهم. والبطاطس اسمها البطاطس. الميزه بتاعتهم ان هي بيبقى كوتد كده في حاجه فبتبقى مقرمشه. وانت جاي معاها الجريفي ولا دي البسكت؟ دي الجريفي يا باشا. لا في البسكت موجوده. البسكت ده مش عيش يا جدعان ده حاجه كده عيش مسكر. عيش مسكر بيسموها بسكت يعني. بس انا عايز حاجه معلش ما فاكرك الراجل ده يا جدعان يعني مش عيب عليك تخلي الراجل اللي بيترب يا عم عادي يا عم ذوقه. انت مش صاحب بجد ده يا صحوبيه اللي بجد ان هو ياكل براحته عادي. ايوه ايه القلق منك انت؟ بصراحه عظيم مش عارف ايه اللي وحش. طب ثانيه جرب الفراخ اول حاجه ثانيه سخنه. طب حلو ندي قرمشه. اوه
شكلها فيها شويه زيت زياده. لا لا هو طلع صح. نعم صح. مصر احسن. ما فيه زيت كتير. لا هو انا عرفت على فكره من القطمه يعني قلت له هي مزيده صح؟ لا هي عملوا تحس ان هي كانت بقليله زيت كده فرقعت. مش طعمها حلو. ناكلها صراحه. ناخدك كنتاكي بقى. كنتاكي؟ ناكلها وانت بقى انت جبت باكت فيه كام حته؟ بس انا اجرب بس. كان سته بس. يا دوب. انا ناكلك هنا بعد ما نخرج. خلاص. اطلع مني. بص يا باشا. ممكن حته. فاحنا دلوقتي الساعة 2 بس بتوقيت دبي يعني فاحنا يعتبر كده الساعة 12 بالليل في مصر في مصر اه بالظبط وده يا شباب الرويالتي كنت طلعته قبل كده في فلوج ده بيساعدني ان انا اخش الحمام بانتظام ودي حاجة مهمة جدا بالذات في ايام التحميل وده يا شباب يحطنا على نهاية الفيديو بتاع النهاردة احنا النهاردة يوم الاربع فالبطولة يوم السبت وان شاء الله بكرة هيبقى في حاجات جديدة هيبقى في حاجات مختلفة بس هنخليها للفيديو بتاع بكرة بس كده شباب هنقفل الفيديو عشان احنا نخش نديها واحدة لنا هو وبعد كده بكرة الصبح ان شاء الله نشوف هنعمل ايه كان معاكم عبد الرحمن وكابتن سيف الضوي من ايفولف نشوفكم في الحلقة الجاية من الطريق الى المسرح سلام عليكم.